بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السورة نزلت بعد سورة آل عمران عليهم السلام، وفيها ذكر عدة أشياء، الظهار ومن السورة دي وقع تبيين ما هو تبني ولا يجوز، لأن التبني في الإسلام زيد ليس ابن لمحمد عليه الصلاة والسلام، وما كان أحد من رجال الإسلام منا يحق عليه قوله أنه ابن لسيد الأنام عليه الصلاة والسلام أبدا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ولليوم يقول الشيعة وغيرهم اللي يقولوا على سيد الحسن والحسين ما لا لهم صفة البنوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه جدهم الذي لا ليس كمثلي جد فقط، أما باش تقولوا بالبنوة فهذا باطل ومحال. ولهذا ننصح إخواننا بين ظفرين الشيعة اللي تقولوا بهذا القول، كفوا ألسنتكم وصححوا إيمانك، خاطر ربما بالطريقة دي طريقة وصف السبطين الزكيين عليهما السلام ببنوتهم لحبيب الرحمن عليه الصلاة والسلام هذا باطل، لابد أن يكفوا عنه، لابد أن يكفوا عنه. وشكون قال البكام تاعكم والنعيق والشهيق وكذا ما عنده حتى صلة بالإسلام؟ حنا عمر ما نحزن على الشهداء، بل نفرح لهم لأنه انتقلوا من حالة الدنيا إلى حالة عند ربي يرزقون. قال ويبكي، شو اللي بكي وعمري كامل عندي نبكي؟ أنا منافع نبكي، افرح بل يكون وربي جعلني من خيرة المسلمين في هذا العصر اللئيم. والحديث يطول، والسلام على أهل الإسلام بالتمام والكمال، وننظر أعداءنا الشرق والغرب بما فيهم الألمان واليابان، ننظركم بأن يوما من الأيام سننتقم منكم لأنكم كنتوا في تاريخكم أسفل خلق الله، وخاصة الألمان وقت اللي غرقوا اللي يوم من الأيام ارتأوا أن الإسلام سيفدونه بأنفسهم، وثاروا على من سلطان أعداء الله السعوديين، فجاء الطامة والعامة ودفنوا الشهداء، ولكن ليس من المدفونين، بل عند ربهم يرزقون أعزاء كرماء بفضل رب الأرض والسماء.